في ارتداء الكمامات داخل السيارات الخاصة. الحقيقة احنا كسائقين كنعانيو بزاف من هاد القضية هادي، سورتو في الشارع العام ودرجة الحرارة مرتفعة، ولينا كنعانيو من بزاف ديال المضاعفات في الصحة ديالنا بسبب هاد الكمامات، لأن باش تنتخنقوا مونك ديال الاكسجين، بزاف ديال الحوايج اللي ولينا كنتاثروا بهم. ففي الحقيقه كنتمنى اعاده النظر فيه في اقرب وقت، لان حنا دخلنا في الموسم ديال الصيف، وكنظن بان في سياره خاصه وانت بوحدك في السياره ديالك ما غيكونش على شي تاثير على الناس اللي على برا. لا انا نورمالمون هي الكمامه ضروريه، ولكن ملي كيكون الانسان في طوموبيلته داخل معقمه راه بحال في الدار، ماشي اوبليجي يكون دايرها. سلا كان خارج ولا شي حاجه ديك الساعه ممكن يديرها. 300 درهم شويه قاصحه. كنشوف مخالفه ما ختماش في الطوموبيل وانت بوحدك، يكون معك سائقين كدي يكون معك الكليان كديرها، ولكن ملي تكون راسك ما عندها حتى شي دور. انت راسك كاينين بعض البلايص اللي عامرين وهذا، وكتلقى الكمامه كاين اللي دايره كاين اللي ما دايرهش، وحنا في الطوموبيل دايرين راسنا، كتكون بوحدك غادي ودايره ومطلع لك الزجاج كاع ودايره. هاد النقطه اللي قلتي ديال 300 درهم في الحقيقه لك الانسان بوحدو بما انه ما غيأذي حد، هذيك 300 درهم كتبان لي غير ظلم، يعني خاصها تلغى هاد المساله هادي. كون كان معاه شي حد على ريغور، ولكن بوحدو ما أدي حد، يعني لا داعي انه يزيدوا هاد الضريبه غير هكاك وصافي. الا ما لقاوش عندك غادي تديروا البروسي، واصلا قيدوا شي صحاب ديال الطاكسيات غير البارح نيت، قيدوا الناس المخالفات على الكمامه، وانت غادي راسك وقيدوا لي المخالفه، واخا ما معاك ليا لا والو، قيدوا لي المخالفه ديال 300 درهم. ودابا هاد الايامات القضيه ما خدامين ما حتى شي حاجه، وقيدوا لي المخالفات. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.